ضياء. مرحبا سي العبيد. مرحبا سي العبيد، تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. أنا كيف الحال وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا في يقال أرخص سوق في العاصمة حسب رأيك أنا. زعما أشكون أنا أرخص سوق في العاصمة. معروف عند الناس الكل، يعطوا له من البيت زادة. سوق باب الفلة. باب الفلة. يقولوا عليه أرخص حتى من المارشي سنترال، دونك أنا موجود في سوق باب الفلة تويك، عملت دورة من الصباح، شفت الأسعار، شفت الأسوان، حكيت مع الخضار، حكيت مع بعض المواطنين. دونك منين نبداو؟ هو ضياء عادة يوم الاثنين تبدا فما اقل سلعة. والله حسب ما نشوف انا نصلي عني بسلعة هوني في باب الفلة حتى المواطنين بالكدا، معناتها هو في العادة صحيح كلامك صحيح، معناتها نهار الاثنين تبدا السلعة كما السوق المركزية نهار الاثنين تبدا ابوابها مغلقة. اي مارشي دوغرو مسكر يبدا نهار الاثنين. اي نعم. دونك عاونوا الماشي مارشي دوغرو نهار الاثنين، عاونوا يجي باب الفلة طول مش يقل الحق، معناتها هوني ناخذ السلعة مزيانة حاجة باهية. بون لاتوام نبداو دونك تويكا وقت الفلفل والطماطم، الفلفل ب 1200 معناتها 1200 وانت طالع، الطماطم دينار، البطاطا 1800، الفقوس 1400. اي لكن كيف تقول لي طماطم دينار؟ هل ترى سلعه باهيه ولا لا ولا متوسطه؟ اي سلعه باهيه، لا الحق سلعه باهيه، خاطر تويكا وقتها ما تنجمش تلقى سلعه خايبه في الوقت هذايا. اي توا وقتها معناتها. نعم. والاكثريه حتى اللي يحطوا تويكا، اكتشفت حاجه في سوق باب الفله سي الحبيب، انه مثلا الدينار يحط لك الكيلو ب 500 ولكن كلها تبيع كيف الفريز، فهمتني؟ والله علاش هذا الكل باش ما يفجعوش المواطنين؟ هذيك فيها شويه تمويه. نوعا ما هذيك تونس بعض المموهين احنا تو شويه اخر. دونك غنشوفوا الغله ب 4000 العنب، الدلاع دينار تويكا مبدئيا، اقل سومه 4000 العنب، يقول لي خضار جنبي دينار الدلاع، التفاحه 4000، شنو اخر البنان 17000، الخوخ 6000، الكرموس قداش؟ الكرموس لا الكرموس ما يلعبش هنا، الكرموس تاع ناس اخرى معناتها، مش تاع باب الفله معناتها، قالوا لي حتوصل ل 25 معناتها. اي انا شفتوا الكرموس وعملت روحي ما نعرفوش. صح بالبعيد. احنا بحذينا تويكا بعض اهل القطاع اهل الاختصاص، باقونا صباح نور سيدي. صباح الخير. لسه الكريم احمد، انت قاعد عندك باب الفله؟ جيت الفرق ما بين باب الفلة قبل وباب الفلة تو بكل صراحة، ما غير ما بالغوا من غير صراحة، فهمتني؟ باب قبل اسمه باب الفلة، تو ما عادش اسمه باب الفلة. علاش فهمت؟ فهمتني؟ الأسواق كيما باب الفلة كيما مرسال. خلينا نشوفوا كنت فاش تبيع تو مثلا العنب قد ايه؟ العنب 4000 هذايا هاك مغلي أنت على طول. أقل سوم هذايا فهمتني دوزيام مش حتى بريمير. أي فهمتني مش عنبك الكاليتي البريمير. هذايا 4000 والبريمير قد ايه؟ البريمير ب 7500. والتفاح ما غادي قد ايه؟ التفاح هذا ب 4000 والدوزيام والبطيخ ما غادي؟ البطيخ هذاك نقول شي لبيله، ارخص حاجه هي تو في الغلط كلها هي البطيخ. اي قد ايه؟ البطيخ فيه بالكعبه من 2000 فهمتي ل 3000. من 2000 ل 3000 الكعبه؟ الكعبه زاد كيف والله انا اول مره نشوف الكعبه ب 3000 ونصلي عني بها. صباح النور سيدي. اخير خويا سيدي. سامي. الدلاعة كبير والكعبة ب 6000 في البرج. متأكد علاش الآخرين يبيعوا بدينار الكيلو وأنت تبيع الكعبة ب 6000؟ مو طلعت الإشاعة هذيا خايبة، الناس كلها الفلاحة كل ما عادش تبيع. ما أنت نسيتوا بالغالي وعلى الإشاعة طيح السوق؟ والله كثير. طيب ماشي. معناتها الدلاعة مريض؟ هو فما جاء الدلاعة مريض رياح غالية تصوبك المال البطري وكل. أما بعد الفلاحة مشيت في العاصمة تو انا كان باش ناخذ ما عندك الكعبه ب 6000 معناتها بالطابع ونصبح لك وعجبتك غدوه نصبح نخدم زعما تخدم على روحك وربي كبير. شنو الاحوال؟ بيحكي لي على باب الفله. باب الفله مشيت مع امي عليها بس. عليه مطلع عني بها نخزر الخضرة. ليه باقي غلاء عندنا نحن غلاء؟ شنو ما هي الغلاء؟ اش بيه انت منين تشري؟ من المارشي دو جروب والناس الكل. معناتها دونك انت تتشكل المارشي دو جروب غالي عليه. في التبيعة. ما عادش الاسواق نتاع قبل. شنو تو انت بعد كيلو عنب ب 4000 وانت عندك عائلة شنو باش عم بيه؟ باش ياخذ زوز كيلو ب 8000 تخلي الطنجرة نتاعك وتاخذ عنب. استفتحت اليوم ولا مازال؟ استفتحنا على واحد جي هذاك عيبه ب 6000 وبالطبع. وسوق عجبته يهزها ما عجبتنيش يخليها. وتحل معناتها. بالطبع قبل ما يقول. وهي الكعبة شوف قداش فيها على القليلة فيها 15 12 13. باهي انتم تو ولاد باب الفلة شنو تحبوا تقولوا؟ تقولوا تسمع فيكم مثلا. لا انا ماذا بيا الاسعار تاعي. ما عادش شكون وزارة التجارة ما عندهمش تعليق الاسعار فلاح. وزارة التجارة تقول لك برا المارشي الكرو
فما احتكار وفما دزيامات، فهمتي تو فما غلة ولا خضرة. يقول لك تمشي دزيامات روزيامات، ما عادش منك منك لل معناتها كي تقصد كي تتسوق ما عادش تمشي تشري سلعة الباهية تشري كلمة ما عادش فلاحة، فلاحة ولا أنت فلاح ولا يبيع سلعته بالثانية وما يموش فيك، هو يبيعها بدينار ما يموش فيك بيعها حتى ب 10000. طيب كشنو أكثر حاجة مثلا اللي ما تبيع ماشي الغلة الأخرى غالية مش قادر عليها شيء، قادر عليها 10000 فرنك تجري بها تربع نب وشوية تفاح زيت كم جد كامل مجيء واضح. بون احنا حبينا نعملوا طلب في الحبيب، حبينا نشوفوا ارخص سوق العظمه، حبينا نشوفوا الاسوام. الاسوام هوني مع تقريبا كيف المارشي سنترال، كيف المارشي سنترال تقريبا كيف كيف، ثم حركيه شويه مازال صباح بكري، ثم معناتها بعض الرجال عائلات معناتها جايين يتخذوا من السوق هذايا. ثم حركيه معناتها ننصح بها انا الحق، انت كنت تسمع معناتها في اهل الاختصاص يقولوا معناتها الدنيا غلات، يلوموا معناتها في المارشي سنترال الاسوام غاليه، الفلاح ما عادش معناتها كيما قبل يبيع لهم. دونك هذه هي الاسماء اليوم. فمش بعض ما تنزل في الحبيب؟ اي فما اسماك بحذاك، فمش حاجه الحوت في الصباغين القدام معناتها بعيد عليك. بعيد عليا كان يكفينا الوقت نوصل لك غاديك. اي اليوم الاثنين ما فماش حوت معناتها فماش حوت معناتها علاه احسن نهار واحد يصير فيه حوت؟ عندك الخميس والاربعاء والاحد عليه الويكاند معناتها يخدموا مليح الصياده ديما يهبط لحد الشقه السلعه تقابل. اوكي شو الدكتور انت سي الحبيب؟ الله اعلم انا نقرر كان تسال على الحوت هو دا فريدي تاع متنكيزك. انا من لوش راهو شنو الفطور ولا شنو العشاء هكا من عانتي من قبل يعني اللي انا صغير. على كل حال ان شاء الله العائله التونسيه والام اللي تمشي تقضي وكذلك الراجل يلقى الحاجه اللي تساعده، اولا تكون سلعه باهيه جديده وما تكونش غاليه برشا، كذلك تكون معقوله. يعني هو طبيعي انه الاسعار قاعده ترتفع، كل شيء يزيد، احنا قاعدين نقدمه في الوقت وكل شيء قاعد يغلى بالطبيعه، لكن ساعات تشوف اشياء تغلى بصوره معناها مش معقوله. المواطن قبل يحكي لي معناتها الخضار اللي بحذايا قال كان يجي يشوف العنقود معناتها مليان يوزن هذا شنو تحلى في عينيه تويكا ماذا بيه لوجع صغير ورخيص وكعبتين وكعبه اربع كعبات تفاح بكري الكعبه التفاح ب 500 فرنك. يا اخي وصلت اربع كعبات تفاح تراو بلجي انا مقابل الكعبه ب 500 فرنك. اي صحيح 500 فرنك كنا نبيعوا فيها قبل كيلو. كيما الهندي مثلا، الهندي غلا برشا. كيفاش الهندي تو راهو مازال فيه شويه مازال ما ربحش معناها الهندي مازال غالي. أي. صندوق هو يخدم ب 40000 الهندي عام سنة عام سبيسيال وتنرجعوا له الموضوع هذا سي الحبيب على الحسنه القرمزيه. اي دونك صابت سنة في الهندي ما ان شاء الله ان شاء الله نذوق وناكلوه ان شاء الله نذوقوه. يخدموا فيه في مواد التجميل تو الهندي تو. صحيح. يريدوا صندوق ب 40000 تو الهندي. هو البارح برك نقرا عليه على مكوناته الهندي ما شاء الله يعني فيه معناها اشياء صحيه طبيه. اي منصوح بيه. سلطان الغلة معناتها معروف. خرجوا منه حاجات أخرى ما عادش الوكيل يقول له. نعم. فهمتي ما عادش الوكيل تو المواد التجميل. نعم. دونك كيما خسرنا الأنزاس خسرنا الكرموس الهندي زاد معناتها ستر الله. الدلاع حسب ما يحكي لي تاجر الدلاع وأنت مختص الدلاع قلت العام الجاي بالشغلة الأسوام الدلاع بحكم أنه العباد ما عادش تزرع هكا ولا. باش ينقصوا الفلاحة برشا على الكف اللي كلاوه. عام الجاي باش تزرع حسابك عبد الدلاع. العنب لك حل قداش غادي يا ضياء؟ العنب لك حل قداش يا ضياء؟ العنب كم من الأربعة وأنت طالع؟ الـ4000 وأنت طالع. أي نعم. أسامة سيدي أنت مواطن جاي تشري ولا خضارة شو الأسماء ما عندك بابا؟ بلاش فلوس؟ كل شيء بريشيلينغ. أنت ولد بالخضار ولد بالفلاح؟ أي نعم. احكي لي الفرق بين قبل وتو. قبل كانت بلاش. لازم الاسعار يا ولدي بلاش والعباد تصلي على النبي والعباد بلاش والسلعه بلاش تو مازال العباد تصلي على النبي وين تصلي على النبي؟ صايب علي كيلو كرموس ب 17000 كيلو خوخ ب 6000 هذا ب 7500 تخرج البر تعرف قداش تبيعها ماو قداش تشتريها؟ تشتريها ب 6000 كي تبيعها ب 7000 ما تلقاش راس مال. تصوم في تلوم انت تصوم في المطر تصوم في الفلاح تصوم في السكر باش يخبوا في العنب ما مشيش بالباش شنيا تحب كخضار انت ولد اختصاص يا خويا ما نحب شيء نحب شويه رفع بالمواطن من عندك ما عند شكون من عندي من عندك الجنس اللي ماذا بيا انت تلفق ايوه انا رفق بيك انا يرفق بيا اللي في المرشي
الهبات يرفق بيا باش نرفق بك انت. اي اي كي تو كيبيع لي الكيلو خوخ ب 5000 ولا ب 4000 فنجم نبيعو لك ب 4 و5. إذا كان صارت ب 5000 كي نبيعو لك ب 5000 تصح لي في جيبي 350 400 فرنك في الكيلو. وشوف ما تماش جملة. ساعة ما تلقاهمش جملة. ساعة تشريه ب 5000 وتبيعه ب 6000 كي تلقى 200 فرنك تتسابع مع عدد. أحسن حاجة ماشي تويك قاعدة مرفقة شوية. مرفقة شوية نحب نتكلم. واضح. شكرا إذا ضياء. بارك الله فيك على هذه الجولة الممتعة. نلتقي دائما في محطات خارجية معك ضياء الدين الكريفي. وصلنا